بيتك يا ابن المجنونه كده برضو يا حكيم الكلب. استني يا نسرين بلاش الدفاع وخبرك. سيبني يا ست انا هعرف شغلي معاه عشان واضح انه كبر وخرف. اه طبعا خرف يا حبيبتي خرف قوي قوي لازم نحجر عليه. في ايه؟ زعقوا ليه؟ تعالي يا رايقه تعالي يا اختي خدي اقري يا اختي اقري صفحه المجتمع المحترمه في ايه؟ ايه ده؟ انتوا كلكم صاحيين؟ كويس. تعالوا شوفوا المصيبة اللي لقيتها على الباب عندي. مصيبة ايه تاني؟ خلف؟ عرفت انه اتجوز رسمي. هو علق لك انت كمان ورقة على الباب؟ هو انتوا متفاجئين ليه يعني مش فاهمة؟ ما احنا عارفين ان هو متجوز اصلا. عرفي. يعني ورقتين ويتقطعوا وخلص الموضوع. ايوه تفرق ايه عرفي عن رسمي؟ ما هو جواز في الحالتين. لا طبعا تفرق، رسمي يعني متسجل ومتوثق، يعني ست برودريدي بقى ليها في فلوسه زيها زينا بالظبط. اه هو ده اللي هممكم انها تشاركنا الفلوس. ايوه يا بسكوته يا نعمه يا حلوه انت يا اختي، هو ده اللي هممنا بس انها تشاركنا في الفلوس. جرايه رشا انت ناسيه ولا ايه؟ انت نفسك ما كنتيش مقتنعه انك تسيبي حياتك وتيجي تعيشي معانا غير لما قلت لك تعالي حافظي على ميراس ابوكي. الميراث يتوزع لما صاحب المال يموت يودع الدنيا، وانا عريس لسه بدخل دنيا. اظن العقد ده يقطع لك الشك باليقين يا كابتن. عقد رسمي بمأذون وشهود شرع ربنا. ناني يا حبيبي بابي الله يبارك فيك يا حبيبتي. ايه ده؟ أنا عامل بارتي كبيرة قوي يوم الخميس، بس مش هلحق أفصل لكم فساتين جديدة لأني يا دوبك ألحق أخلص فستان العروسة. هو إيه؟ زغرتي يا حبيبتي، أبوك هيتجوز تاني؟ هو لحق؟